للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف السيد عبد الإله عبد العال، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية. أرحب بك سيد عبد الإله في نشرة أخبار الثالثة. إذن يعني ما أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة في الإشراف على برامج الدعم النقدي المباشر المقدمة للمواطنين؟ نمسي عليكم بالخير ونشكركم على هذه الاستضافة. نود التوضيح أنه في إطار حرص الحكومة الموقرة على المساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين الذين كفل الدستور حقوقهم لتمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، تشرف وزارة التنمية الاجتماعية على حزمة من برامج الدعم النقدي المباشر للمستحقين من المواطنين، وذلك وفقا للأنظمة والقوانين المعتمدة، ومنها أن يكون بحريني الجنسية ومقيم إقامة دائمة في البلاد. وتتلقى الوزارة طلبات المساعدات الاجتماعية من خلال زيارة أحد المراكز الاجتماعية أو عبر البريد الإلكتروني، كما تم تدشين مركز الاستيراد مؤخرا لاستقبال الاستفسارات المختلفة. وهذه الطلبات متمثلة في الضمان الاجتماعي والدعم المالي لمحدودي الدخل، علاوة الغلاء ومخصص الإعاقة، والتعويض عن حريق المساكن، والتعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم. ووفقا لإحصاءات الوزارة الأخيرة المتعلقة ببرامج الدعم النقدي وذلك لغاية مطلع شهر سبتمبر الماضي، فقد بلغ عدد المستفيدين من الدعم المالي لمحدودي الدخل من أرباب الأسر ومن في حكمهم 133,173 مستفيد، كما بلغ عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 17,694 مستفيدا، متضمنا جميع الفئات المنصوص عليها في القانون رقم 18 لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، مثل الأسرة والمسن وذوي الإعاقة وغيرهم ممن شملهم القانون. وبلغ عدد المستفيدين من مخصص الإعاقة 14,466 مستفيدا، ويتم صرف 200 دينار للإعاقات الشديدة و100 دينار في الإعاقات الأخرى. أما بالنسبة لخدمة تعويض حريق المساكن للأسر محدودة الدخل، فقد بلغ عدد الطلبات 27 طلبا حتى مطلع شهر سبتمبر، وقد استمر صرف مستحقات التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم للمواطنين، حيث بلغ عدد الطلبات المستحقة لهذا التعويض 185,807 طلبا من أرباب الأسر. ونؤكد بأن الوزارة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات وعمليات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك بشكل شهري، بما يضمن دقة الصرف وتوصيل مساعدات المستحقين في موعد الصرف المحدد. نعم السيد عبد الإله عبد العال، مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية، كل الشكر لك على هذه المداخلة.